السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صادق الأعزاء من قناة بلاك بيرد جيمر. أرجعكم شباب في فيديو جديد. قبل ما نبدأ في الفيديو، اللي حابب يشتري كوينز أو كاش أو أي عرض في اللعبة ينزل على الموقع اللي موجود تحت في الوصف. كمان يا شباب، نزلت عصا مجانية، رابط عصا مجانية، ها هي اللي موجودة عندكم على الشاشة. عصا مواصفاتها حلوة وكمان مجانية للجميع، رابطها كمان راح يكون تحت في الموقع. طيب يا شباب، في هذا الفيديو راح نجيب 3 عصايات بشكل مجاني، قابلة لحتى نطورها لمستوى ماكس. عصا تقريبا عصا انفيزيبل كيو، وعصا الايرون كيو، والعصا الجليتش كيو. راح نجيبهم في هذا المقطع عن طريق ثغرة، ولكن هاي الثغرة ما فينا نطور العصايات لمستوى ماكس، فقط فينا نجيب هاي العصايات ومع الوقت انت فيك تطورها لمستوى ماكس عن طريق الصناديق او عن طريق الثغرات اللي راح تنزل في المستقبل. بس قبل ما نبلش في الفيديو، عملت في الموقع، موقعنا المخصص لعروض البلياردو، عملنا فيه قسم مخصص لحسابات البلياردو. حسابات بيكون فيها كوينز، او حسابات بيكون فيها عصايات ليجندري، يعني حسابات بمواصفات حلوة راح تكون للبيع في الموقع. وكمان اذا انت كنت ناوي تبيع حسابك في البلياردو، فتواصل معي على الانستغرام اللي راح يكون في الوصف منشان اعرض لك حسابي عندي في الموقع. طيب يا شباب، خليكم مع الفيديو، مشاهدي ممتع. اول شيء شباب بنحتاجه في هاي الثغره هدول البرامج. اول شيء التو اكاونت والاي اس فايل اكسبلورر والفيرتشوال باك اب والهكس اديتور ولعبه البلياردو. طيب يا شباب، اول شيء راح نفوت على البرنامج تو اكاونت، بنحط على ستارت. هاي البرامج كلها راح تكون في الوصف. بعد ما نفوت على هذا البرنامج، بنحط على علامه الزائد اللي على اليمين، وبنضيف اول شيء البرنامج الفيرتشوال باك اب، وبعدها بنضيف لعبه البلياردو على البرنامج. واذا كان حسابك عن طريق الفيسبوك، ضيف الفيسبوك في هذا البرنامج. اول شيء شباب لازم نفوت على لعبه البلياردو ونلعب جيم لحتى يطلع لنا علامه ابديتنج على الشاشه. فراح فوت وراح العب جيم لحتى يطلع لي علامه ابديتنج. بس اول ما تفوت على اللعبه لا تحط حسابك، حط على بلاي از جيست، وبعدين هون العب جيم لحتى يطلع لك علامه ابديتنج. طيب يا شباب، بعد ما اجتنا هاي العلامه بنروح وبنطلع من الحساب الجيست، بنروح على الاعدادات اللي على اليسار، وبنحط على لوج اوت من الحساب. وبعدين بنطلع من اللعبه وبنروح على الفيرتشوال باك اب اللي حطيناه جوا البرنامج التو اكاونت، وبنحط على علامه الباك اب فوق، وبننزل على ايتبل بول وبنكبس عليها، بنستنى شوي. بعد ما حطينا على الباك اب اندد، راح نروح على البرنامج الثالث اللي هو اي اس فايل اكسبلورر، راح ناخذ الملف اللي راح احط لكم اياه تحت في الوصف. نروح على الدولود وبنشوف الملف اللي راح نحطه، رابطه تحت في الوصف. هذا هو الملف، اسمه 3 كيوز. بنفوت على البرومو سيستم، بننسخه، بنروح على الفيرتشوال باك اب اللي موجود في الفايلز، بنفوت على ايتبل بول، وبعدين على فايلز، بعدين على كونتنت، وبعدين على Document User Default، وبنلصق الملف في هذا المكان، بنحط على Apply to All، وبنحط على Overwrite. ومنروح على البرنامج الرابع اللي هو HEX Editor، بنفوت عليه، بنحط على Open File External، وبعدين على ال Virtual Backup تحت، بنفوت على Eightable Ball Files Content Document يوزر ديفولت، ونفوت على البرومو سيستم الملف اللي حطيناه، بنحط على علامة السيرش اللي فوق. اول شيء راح نحط من 1 إلى 0، وفي الخيار الثاني راح نحط على string، بعدين بنحط على اخر علامة صح، بعدين بنحط على العلامة الصح اللي تحتها. وفي الخيار هذا يا شباب راح نحط ايدي حسابنا اللي راح نحط عليه ال3 عصايات. بعد ما تحط ايدي حسابك بتحط على find، بعدين اوكي، بعدين سيف اللي فوق على اليمين، وبتعطيه كمان اوكي. راح نروح على البرنامج التو اكاونت، وبعدين على الفيرتشوال باك اب،
وبعدين على علامة ريستور، وبعدين ننزل على 8 بالبول، نستنى كمان شوي. وهيك بتكون خلصت الثغرة معنا. راح نفوت على اللعبة، نستنى شوي يحمل، وبعدين بنحط حسابنا اللي راح نحط عليه الثغرة. بعد ما دخلنا على اللعبة وحطينا حسابنا، راح نشوف عرض العصايات تحت على اليمين مثل ما كنتم شايفين. خلونا نفوت عليها، بنلف بندور على العصايات. ها هي أول عصا اسمها جليتش هانت، بنحط على كليم ريورد اللي حتى ناخذها. مثل ما كنتم شايفين بنحسن نطورها لمستوى ماكس. هاي أخذنا أول عصا، نلف كمان على اليمين بيطلع لنا العصا الثانية اللي هي عصا ايرون، بنحط على كليم كيو، كمان هاي بنحسن نطورها لمستوى ماكس. والعصا الثالثة كمان على اليمين انفيزيبل هانت، بنحط على كليم ريورد، وكمان بنحسن نطور هاي العصا لمستوى ماكس. نروح على العصايات، مثل ما كنتم شايفين عصا ايرون كيو موجودة عندنا فوق، بنحسن نطورها لمستوى ماكس. وهاي عصا السبكترا، العصا المجانية اللي حكيت عليها أول المقطع، راح يكون رابطها كمان تحت في الوصف. هاي عن طريق رابط فيك تجيبها. وبننزل بنشوف عصا الجليتش كيو وعصا الانفيزيبل كيو، بنحسن نطوره لمستوى ماكس عن طريق الصناديق أو عن طريق الثغرات اللي جاية في المستقبل. وبس يا شباب، هاي هي الطريقة طويلة شوي. أي ثغرة في البلياردو راح تكون بهذا الشكل، عن طريق الباك اب وعن طريق الفايلز حاليا. وبس يا شباب، بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. اللي حابب يشتري كوينز او كاش او اي عرض في اللعبة او حتى البول باس، فلعبة البلياردو كمان موجود عندنا في الوصف. وبس، في امان الله.